بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. وأكمل التسليمات على سيدنا محمد نبي الرحمة ومنقذ العالم والأمة، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لما تتفاوضوا وتتساروا وتتآمروا وتتذاكروا تتعاونوا، كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب لا يغيب عن ربك من مثقال ذرة، الذرة إذا انقسمت 70 جزء المثقال جزء من الذرة. قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال: أصغر من مثقال، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل مسجل عندنا، يعني معلوم لنا. معنى معلوم لنا سيكافئ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا الله هلأ ما آخذك يا ابني، ما معناته أنه ما صار عنده علم؟ وإذا صار عنده علم، ما معناته أنه رح ينسى؟ وأعقال من يعمل يره، يرى جزاءه، يرى ثوابه. بالتوب يتوب الله عليه، ما بالتوب لابد من القصاص. هذا نص القرآن. فإذا في استثناء إلا أن شاء الله بيكون لها أسباب. لذلك كان المسلم في زمن النبي لما يعمل الذنب يعرف شو عظمة الذنب. لما السلاسل الذين خلفوا والنبي أمر بهجرانهم، تموا 50 يوم لا أحد يسلم عليهم ولا يكلمهم حتى نساءهم، والله أنزل التوبة. وبنص القرآن إجا كعب بن مالك قال: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة حتى تكمل توبتي. وفي غيره من المخلفين كمان قدموا أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرت أن آخذ أموالكم، لأن النبي ما بيفعل إلا بأمر إلهي. فأنزل الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما أموالهم من أموالهم، كل ماله بعدين يفلس، من أموالهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادعي لهم. فدعاءك تسكن وتطمئن قلوبهم بذكر الله ويستقر الإيمان في القلوب. إن صلاتك سكن لهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ لكن بعد إيش؟ بعد هجران 50 ليلة، وبعد بكاء غسلوا مخالفتهم ما بالمي، بدموع عينيهم 50 يوما وليلة. هذا لأننا تخلفوا عن النبي في معركة، في غزوة تبوك. هي ذنب واحد،
يعني بتعمل ألف ذنب ما عم تتذكر التوبة، ما عم بتحس بألم الذنب. العرب إذا قرص الميت بيقول آخ ما بيقول، وإذا لف الحنش على رقبته بيقولوا لي وليش أنت لك عم تولول وبتقول آخ؟ أنت جبان والميت شجاع؟ لك هذا موت ما شجاعة. فإذا ما عم بتحس بألم الذنب لموت القلب، يا مسكين يا جاهل يا جهول. لما سيدنا نوح اللي هو من أولي العزم لما خاطب الله قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق، أنت وعدتني أني منجيك وأهلك، أنت وعدتني وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إذن انفصل النسب الحقيقي عن النسب الجسدي. النسب الجسدي ما له قيمة مع نسب الهداية والإيمان. إذا ما صار مع النسب الأجسام نسب الإيمان فلا أنسب، فإذا نفق في الصور فلا أنسب بينهم. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. تطلب مني الطلب بدك تكون عالم بقانوني. إني أعظك أن تكون من الجاهل، بعدين بصير جاهل. نبي أولو العزم راح الله يحطه في زمرة الجاهلين، لأنه طلب قائم على غير العلم. إن إحنا يا ابني كم ألف ذنب لا نعرف نندم ولا نعرف نبكي ولا في من أدبنا بهجران، وإذا هجرنا هاجر أو نصحنا ناصح الغرور والكبرياء النفيخة البالون بنتفخ بيخمن حاله أنه منفوخ ألماس وجواهر. يا ريت يكون منفوخ من منفاخ تبع السيارة، ما يكون منفوخ من منفاخ شي حمار أو حمارة. فبعدين مع نزول التوبة وبنص قرآني وما رضيوا إلا أن يخرجوا عن كل أموالهم، حتى الله أنزل خذ من أموالهم. كان بعض إذا أذنب الذنب قول لله علي عهد أن لا أطأ تلك الأرض التي عصيت الله فيها. هذا فقه الفقهاء عم يفقهوا هالفقه، عم يعلموا هالفقه. هل تعلموا القرآن حكى عن الوضوء والصلاة بشكل إجمالي؟ الوضوء آية واحدة للوضوء. إن إحنا عملنا ملايين الكتب 500 مذهب، لكن لهالأمور هي هل هي معظم القرآن ولا حرف؟ كيف بده يصير إسلام؟ كيف بده ترجع عزة الأمة وكرامتها ووحدتها؟ إن شاء الله بعودتنا إلى كتاب الله علما وعملا وطهرا وإيمانا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا ما كنت من المتقين وما يضل به إلا الفاسقين. بإقراءه كل ما له بضل. فمثل المطر إذا نزل العص على الحنظل بحلي بيزداد مرارة، بتحلى التين والعنب. الله يجعلنا ممن إذا تليت علينا آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات، كما ما درجة درجات حسب الزيادة والنقصان، حسب علو الهمة والانخفاض، حسب الصدق العالي والصدق الواطي. لهم درجات عند ربهم ومغفرة لذنوبهم الماضية ورزق كريم في الجنة.
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ نازعوك، جادلوك، خاصموك، آذوك، لا تجادلهم والله يحكم بينكم. هذا بين النبي وبين الكفار. هلأ المسلمين السنة والشيعة بيجوا بدهم يعملوا يحاكموا، لك يا الله عم يحكم بين النبي وبين الكفار يوم القيامة، عم يقول له لا تتداخل. لك إيه طيب، المسلمين اختلفوا على شغلة خلافة وراح الخليفة وراح الخلافة ولسه ماسكينها وعم نقسم المسلمين ونمزقهم وأمم الأرض تتداعى وتتآمر علينا لتبتلعنا، وجهلنا أعظم من الاستعمار ومن الصهيونية، ضعف تربيتنا وفقد أخلاقيتنا أعظم من الاستعمار والصهيونية. مصداق قول النبي لعله أعدى عدو لك نفسك التي بين جنب. شو نفسك؟ يعني شهواتك، أهواءك، ميولك، بلا عقل ولا علم ولا تقوى تعمل الشغلة، لا في عقل ولا قائم على علم صحيح ولا في تقوى. قل يا ترى هي الله بيوافق عليها لما ما بيوافق بالهوى والأنا؟ وأبغض إله عبد في الأرض الهوى. هذين عبادين أصنام شغلتهم بسيطة، كسر الصنم دليل إنه ما له إله، لكن اللي عم يعبد هوى، شهواته، عاداته، طبائعه، لك هيك طبيعي، أنا هيك أنا، هي أنا، هي اللي خربت بيت إبليس، وخربت بيت كل من تعلق بها، فجعلته في أعماق الردى. التقوى خروج من الأنا ودخول في التقوى في العمل وفي القلب وفي الفكر وفي السلوك. وهيدا الإسلام في أفريقيا، في الهند، في الشرق الأقصى، ما انتشر بالجيوش وبالدولة الإسلامية، انتشر بالتجار وبالدعاة إلى الله. التاجر، الجندي، الأسير، الإنسان العادي كمؤمن حقيقي كان يأثر في الصخر. هلأ الشيخ ما بيأثر بحدا لأنه فشكة اللي ما فيها بارود ولا فيها كبسونة ولا فيها رصاصة، فشلون بدك تقاتل في العدو؟ تضرب، تكبس، طق طق، ما في شيء. يعني حكي بس، حكي بحكي، فعل، نفوذ، خرق، ما في. الأصل البارود، البارود ظاهر لما باطن، ها في القلب لما في المظهر بده بارود. خطرة اجا امبراطور المانيا على اسطنبول، العادي بيستقبلوه 21 مدفع، لما ضرب المدافع اكثر من 3 مدافع ما طلع، صف 18. سلطان عبد الحميد غضب انه هي اهانه للامبراطور وهي تعتبر عيب كبير على السلطنه، فدعا رئيس الوزراء غضبان ونار عم يشعل، كيف هيك بهدلتونا، حقرتونا، صغرتونا، كبرتونا، مدري ايش. قال له يا سيدي لا تستعجل، اول سؤال. قال له ان عذر. قال له شو عذر؟ قال له اول عذر ما في بارود، اول عذر ما في. قال له اذا كان لا عاد تكمل، اذا ما في بارود وحده بكفي. فإذا ما في بارود من جوا يا ابني، ما في إيمان من جوا، ما في نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بدأ التقوى، بدأ الذكر، بدأ التوبة من الأعماق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما الظاهر من شرب الخمر والزنا ولعب الأمهار، هذا هي الظاهر. الباطن العجب، أن تعجب برأيك، تعد حالك أنت فهيم والناس ما بيفهم، أو أنت أفهم، أنت أعلم، أنت عظيم، أنت ما في أحسن منك. هذا العجب النبي قال ثلاث مهلكات
شح مطاع وهوى متبع. نفسك لما بتهوى شيء بتتبع هواك، ما بتتبع تقواك، ما بتعرف طريق التقوى. وإعجاب المرء بنفسه، أنه أنا ما في أفهم مني، أنا الذكي، أنا الفهيم، أنا المضبوط، أنا الدغري. مثل إبليس قال أنا خير منه بكلمة، وادعاءه صار خير. المهم الله يقول لك أنت خير منه، ما أنت تقول عن حالك. فلا تزكوا أنفسكم. العطر، عطر المسك والورد، ما بيقول عن حاله أنا ريحتي طيبة. سمعت عطر ورد قال عن حاله أنا ريحتي طيبة؟ الياسمين، الفل، الزنبق، سمعت عن حاله قال أنا ريحتي طيبة؟ مين لك تقول عنه ريحته طيبة؟ كل الناس بتقول. فلما بتكون ريحتك طيبة الناس بيقولوا عنك، ولما بتقول عن حالك معناته ما فيك ريحة طيبة. لأنه لو كان فيك ريحة طيبة ما بتحتاج الناس بيحكوا، تكتفي بكلام الناس. وإذا الغير شهد فيك أحسن ما أنت تشهد لنفسك. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك، ما في السماء والأرض من جملة أعمالك وواقعك ودعوتك ومعركتك ورسالتك والأعداء والمناوئين، كله في كتاب. إن ذلك على الله يسير، شغلي ما بتكلفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.